الكلاميديا هي عدوى منقولة جنسيا شائعة، أو عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي. تنتشر هذه العدوى بسهولة من خلال الاتصال الجنسي غير المحمي. تسببها بكتيريا تسمى المتدثرة الحفرية، وهي بكتيريا صغيرة تعيش داخل الخلايا البشرية. يمكن أن تصيب هذه العدوى كل من الرجال والنساء بغض النظر عن العمر أو الخلفية. يمكن أن تسبب الكلاميديا مشاكل صحية خطيرة إذا تركت دون علاج، مثل العقم أو التهابات الحوض. تعد الكلاميديا مصدر قلق صحي عالمي، حيث تؤثر على ملايين الأشخاص سنويا. وهي من أكثر أنواع العدوى المنقولة جنسيا شيوعا في جميع أنحاء العالم، خاصة بين الشباب. من الضروري فهم الكلاميديا وأعراضها وطرق انتقالها والوقاية منها لضمان صحة جنسية أفضل. غالبا ما تسمى الكلاميديا بالعدوى الصامتة، لأنها قد لا تظهر أي أعراض واضحة. هذا لأن العديد من المصابين بالكلاميديا لا يعانون من أي أعراض ملحوظة، مما يجعل التشخيص صعبا. وهذا ما يجعل من الضروري إجراء الاختبار بانتظام، خاصة إذا كنت نشطا جنسيا، لضمان الكشف المبكر. الكشف المبكر والعلاج ضروريان للوقاية من انتشار الكلاميديا ومضاعفاتها المحتملة، مثل العقم والأمراض المزمنة. لا تعاني العديد من النساء المصابات بالكلاميديا من أي أعراض. عندما تظهر الأعراض، فإنها غالبا ما تظهر في غضون أسبوع إلى 3 أسابيع بعد الإصابة. تشمل بعض الأعراض الشائعة لدى النساء الإفرازات المهبلية غير الطبيعية، والشعور بالحرقان أثناء التبول، والألم أثناء الجماع. إذا انتشرت العدوى، فقد تسبب ألما في أسفل البطن، وآلاما في الدورة الشهرية، ونزيفا بين فترات الدورة الشهرية. من المهم أن تتذكري أن هذه الأعراض يمكن أن تكون ناجمة أيضا عن حالات أخرى. إذا كنت تعانين من أي من هذه الأعراض، فمن الضروري مراجعة الطبيب لإجراء الاختبار والتشخيص. مثل النساء، قد لا يعاني الرجال المصابون بالكلاميديا من أي أعراض أيضا. إذا ظهرت الأعراض، فإنها تتطور عادة في غضون أسبوع إلى 3 أسابيع بعد الإصابة. تشمل بعض الأعراض الشائعة لدى الرجال الإفرازات من القضيب، والشعور بالحرقان أثناء التبول، والألم أو التورم في إحدى الخصيتين أو كلتيهما. يمكن أن تشمل الأعراض الأقل شيوعاً لدى الرجال الحكة أو الحرقان حول فتحة القضيب، والألم أو الانزعاج في المستقيم. من المهم ملاحظة أن هذه الأعراض يمكن أن تكون أيضاً علامات على حالات أخرى. إذا كانت لديك أي مخاوف، فاستشر أخصائي رعاية صحية. من أكثر الجوانب إثارة للقلق بشأن الكلاميديا هي قدرتها على الانتشار بصمت دون أن يلاحظها أحد. يظل العديد من الأفراد المصابين بالكلاميديا غير مدركين لحالتهم بسبب عدم وجود أعراض ملحوظة، مما يجعلهم عرضة لنقل العدوى دون علم. تشكل هذه الطبيعة غير المصحوبة بأعراض تحديا كبيرا للسيطرة على انتشارها، حيث يصعب اكتشافها مبكرا. فبدون علامات ظاهرة، قد ينقل الأفراد المصابون العدوى إلى شركائهم دون علم، مما يزيد من انتشار المرض. يؤكد هذا الانتقال الصامت على أهمية الاختبار المنتظم للأفراد النشطين جنسياً لضمان الكشف المبكر. يسمح الفحص المنتظم بالكشف المبكر حتى في حالة عدم وجود أعراض، مما يتيح التدخل السريع. يتيح هذا التحديد المبكر العلاج الفوري، مما يمنع انتشار العدوى بشكل أكبر والمضاعفات طويلة المدى المحتملة، ويحسن من جودة الحياة. تذكر أن إجراء الاختبار خطوة مسؤولة وضرورية لحماية صحتك وصحة شريكك أو شركائك، وضمان سلامة الجميع. القسم الخامس، مضاعفات الكلاميديا غير المعالجة. إذا تركت الكلاميديا دون علاج، فقد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة. ففي النساء يمكن أن تسبب الكلاميديا غير المعالجة مرض التهاب الحوض والحمل خارج الرحم والعقم. وفي الرجال يمكن أن تؤدي الكلاميديا غير المعالجة إلى التهاب البربخ
والتهاب البروستاتا والعقم. كما يمكن أن تزيد الكلاميديا غير المعالجة من خطر الإصابة بعدوى منقولة جنسياً أخرى، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية. من الضروري طلب العناية الطبية إذا كنت تشك في إصابتك بالكلاميديا أو تعرضت لها. القسم السادس: كيف تنتشر الكلاميديا؟ تنتشر الكلاميديا بشكل أساسي من خلال الاتصال الجنسي، وهذا يشمل الجماع المهبلي والجماع الشرجي والجنس الفموي. يمكنك الإصابة بالكلاميديا من شريك مصاب حتى لو لم تظهر عليه أي أعراض. كما يمكن أن تنتقل الكلاميديا من المرأة الحامل إلى طفلها أثناء الولادة. من المهم ملاحظة أنه لا يمكن انتشار الكلاميديا من خلال الاتصال العارض. هذا يعني أنه لا يمكنك الإصابة بها من مشاركة المراحيض أو العناق أو التقبيل أو مشاركة الطعام أو المشروبات. القسم السابع: تشخيص الكلاميديا بسيط وسريع. يعد تشخيص الكلاميديا واضحا نسبيا وسريا. سيسألك طبيبك عن تاريخك الجنسي وأعراضك. سيجري بعد ذلك اختبارا للتحقق من وجود البكتيريا. الاختبار الأكثر شيوعا للكلاميديا هو اختبار البول. قد يأخذ طبيبك أيضا مسحة من عنق الرحم لدى النساء أو الإحليل لدى الرجال، ثم يتم تحليل هذه العينات في المختبر. تتوفر النتائج عادة في غضون بضعة أيام. إذا كانت نتيجة اختبار الكلاميديا إيجابية، فمن الضروري إبلاغ شريكك الجنسي أو شركائك حتى يتمكنوا أيضا من إجراء الاختبار والحصول على العلاج إذا لزم الأمر. القسم الثامن: علاج فعال للكلاميديا. الخبر السار هو أن الكلاميديا قابلة للعلاج بالمضادات الحيوية. سيوصف لك طبيبك دورة من المضادات الحيوية تؤخذ عادة عن طريق الفم. من الضروري إكمال دورة المضادات الحيوية بأكملها حتى لو تحسنت أعراضك أو اختفت قبل الانتهاء من الدواء. من الضروري أيضا الامتناع عن النشاط الجنسي حتى تكمل أنت وشريكك أو شركائك العلاج لمنع عودة العدوى. قد يوصي طبيبك بإجراء اختبار متابعة للتأكد من زوال العدوى تماما. تذكر أن العلاج المبكر هو المفتاح لمنع المضاعفات. إذا كنت تشك في إصابتك بالكلاميديا فلا تتردد في طلب المشورة الطبية. القسم التاسع: حماية نفسك والآخرين، نصائح للوقاية. تعد الوقاية من الكلاميديا أمرا بالغ الأهمية لحماية صحتك الجنسية ورفاهيتك. من خلال اتخاذ خطوات بسيطة يمكنك تجنب الإصابة ونقل العدوى للآخرين. إليك بعض نصائح الوقاية الفعالة التي يمكن أن تساعدك في الحفاظ على صحتك. الامتناع عن ممارسة الجنس. إن الامتناع عن ممارسة الجنس هو الطريقة الأكثر فعالية للوقاية من الكلاميديا. إنه الخيار الأكثر أمانا. الزواج الأحادي. إن التواجد في علاقة طويلة الأمد أحادية الجانب مع شريك غير مصاب يقلل بشكل كبير من مخاطرك. تأكد من أن كل الشريكين ملتزمان بالعلاقة. استخدام الواقي الذكري. يوفر استخدام الواقي الذكري بشكل صحيح ومتسق أثناء النشاط الجنسي حاجزا ضد الكلاميديا والأمراض المنقولة جنسيا الأخرى. تأكد من استخدامه في كل مرة. الاختبار المنتظم. احصل على اختبار منتظم للكلاميديا والأمراض المنقولة جنسيا الأخرى، خاصة إذا كنت نشطا جنسيا مع شركاء جدد أو متعددين. الفحص الدوري يساعد في الكشف المبكر. التواصل المفتوح. تواصل بصراحة وصدق مع شريكك أو شركائك حول صحتك الجنسية وحالتك المتعلقة بالأمراض المنقولة جنسيا. الشفافية تبني ثقة. من خلال اتباع استراتيجيات الوقاية هذه يمكنك تقليل خطر الإصابة بالكلاميديا ونشرها بشكل كبير. تذكر أن الوقاية دائما أفضل من العلاج. القسم العاشر: طلب المساعدة والدعم. إذا كانت لديك مخاوف بشأن الكلاميديا أو أي مسألة أخرى تتعلق بالصحة الجنسية فلا تتردد في طلب المساعدة والدعم. طبيبك هو مصدر سري وموثوق للمعلومات والإرشادات.
يمكنك أيضاً التواصل مع عيادات الصحة الجنسية ومراكز الصحة المجتمعية والموارد عبر الإنترنت للحصول على المعلومات والدعم. تذكر أن الاهتمام بصحتك الجنسية ضروري لرفاهيتك العامة. لا تدع الشعور بالعار أو الإحراج يمنعك من طلب المساعدة التي تحتاجها. صحتك أولوية، وهناك موارد متاحة لدعمك.